برحب بجمهور الزمالك العظيم الداعم الاول لهذا الكيان والرمز الحقيقي الوحيد لهذا النادي. للاسف نادي الزمالك ليس له رموز. انا اسف. الرمز الوحيد هو الجماهير. برحب باعضاء جمعيه العموميه اللي سعوا وابتدوا يروحوا وفطروا وتدروا. كل واحد في مكانه. بشكركم وانا فرحان زيكم، بس عايز افكر الناس بشويه حاجات. حضرتك جاي تهزر؟ بس انا ما اعرفش اهزر في الجد. حضرتك مين يا ابو عميس كروه؟ حضرتك اطلع فوق في المدرج. حضرتك يا فندم في المدرج اتفضلي. اتفضل يا باشا في المدرج. الاخوه الاعلاميين بس اللي هنا. اتفضل يا باشا في المدرج في المدرج في المدرج. قول تاني اهو، هاتوا لي نادي في العالم السنه اللي احنا مشينا فيها قبليها لمينا او جمعنا 500 مليار 550 مليون. مليار هو ده نادي زمان، النادي الغني، مش التسول اللي كان على الشاشه. ادفع لي اي حاجه والنادي يجي عيل قليل الادب يتبرع ب 50 جنيه ويعمل فيديو. انا اتبرعت النادي الزمالك ده، انتوا فضحتونا فضحتونا. وبشكر الاستاذ المحترم سيف وزيري، اول ما قلت له شال الشريط ده، شريط عار ده، وصمه عار في بيدي اللي كانوا موجودين وجايبين رجال اعمال. اصل ده بتاع بنزيدي ولا اسمه معرفش بنسي ايه، وده المليونير مش عارف مين، وده الملياردير مين. طب ما انتوا لما مليونيرات جايين عملتوا ايه؟ خربتوا النادي؟ فانا بقول لكم اهو الحمد لله فريق كوره صرفنا له 16 مليون جنيه اول امبارح. صرفته يا شكرانه، الفلوس دخلت حساب ولا لسه؟ كده ماشي. وان شاء الله بعد ماتش المصري ويكسبوا باذن الله هيصرفوا بقيه فلوسهم ضحوهم. ان شاء الله باذن الله النادي بدا خطوات مهمه، واحنا مستنيين زي ما قلت هنمضي مع الشركه الوطنيه عشان استاد الزمالك هيبقى اسمه استاد الزمالك، مش استاد باسم اي حد تاني. واي حد قال سمي الاستاد باسم مرتضى، الزمالك اكبر، الزمالك اكبر من مرتضى 100 مره. بقول تاني اهو، اكبر من مرتضى 100 مره. والاخوه اللي عمالين يعملوا لي تماثيل يا ابني، بطل تماثيل. يعني انت لازم مروح واحد متضايق مني يروح ضرب التمثال بالبنيه في وشه ويطلع غله في التمثال، وانا مش واقع، انا في البيت ده التمثال. فمن فضلكم التماثيل كمان حرام، بشكركم التماثيل حرام.